تعتزم المحافظة الجنوبية بالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية اليابانية تنظيم أول معرض ياباني متنوع ستحتضنه المحافظة الجنوبية في 7 فبراير القادم ولمدة 3 أيام. جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسته السيدة فاطمة الغتام مديرة إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع في المحافظة، وبحضور رئيس جمعية الصداقة البحرينية اليابانية السيد ناصر العريض، حيث أوضح لممثلي مختلف وسائل الإعلام البحرينية أهمية إقامة المعرض الياباني الأول ونوعية الفعاليات الترفيهية والثقافية التي سيضمها والتي ستبرز مختلف العادات والتقاليد التي يتميز الشعب الياباني بها ونوعية المأكولات والمشروبات التي ينفرج فيها المطبخ الياباني، إضافة إلى مشاركة عدد من المشاريع البحرينية الصغيرة والمتوسطة يقع على عاتقها إبراز ما يحظى به المجتمع البحريني من تنوع خاصة في مجالات الحياة المتنوعة. بيكون هذه الفعالية الأولى من نوعها اللي تحتضنها المحافظة الجنوبية، وبيكون فيها العديد من البرامج، العديد من الفعاليات، بتحتضن أيضا العديد من المشاركين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي يقومون فيها أبناء المحافظة الجنوبية والمهتمين بالشغلات اليابانية. المعروضات بتكون متنوعة، معروضات ترفيهية، معروضات ثقافية بتبين الثقافة اليابانية وعمق الصداقة اليابانية البحرينية. بالنسبة للعائد الإيجابي طبعا هي معرفة الشعب البحريني، زيادة وعيه على الثقافة اليابانية، وطبعا الإكسبو الأولي بيكون ترفيهي عائلي اجتماعي ثقافي، ومنها طبعا تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لتشجيع الشباب، وبتكون عائدها الثقافة والتعلم من الآخرين، وهي تجربة إن شاء الله الكل يستمتع فيها، ونتطلع مشاركة الجميع في هذا الإكسبو الأول.